شوت احمد وان شاء الله. يا خبر، انا مش لاقي كلام اقوله. سعفان داخل، جبريل داخل وبيحطها جوه جول، وابتسم الحظ اخيرا بعد سلسله من الضربات الغير موفقه للنادي المصري. واللعيب اللي عليه الدور من النادي الاسماعيلي الله يكون في عونه، جام الهليل وحسن نصر. ولحظه، فعلا بيتقدم النادي المصري اعزائي المشاهدين، وبيفوز النادي المصري. وشايف الجماهير كلها واللعيبه كلها بتجري على حسن نصر تبوسه وتهنيه. اربع اهداف مقابل ثلاث اهداف. ابتدت المباراه والمصري ياخذ ضربه البدايه، وياسر الشنواني وعادل الصعيدي في الجانب الايسر، وفي الهجوم تامر النحاس وسيف داوود. البداية طبعا، والكل يبحث عن الهدف وهو الاحتفاظ بالكأس، ومنفرد وبيحطها جول، جول في اول لحظات الشوط الاول. اعزائي المشاهدين، وسيف داوود النجم، 15 20 الف متفرج النهارده بين بورسعيد، جايين يبحثون عن الكاس، لان زي ما قلت لحضراتكم النادي المصري بتاريخه العريق ونجومه القدامى اللي مثلونا في منتخب، اللي مثلوا منتخب مصر وليهم الاسم. طردوا الحكم والمحاولين، بيلعب 10 بعد طرد وانفراد، قالوا يا سلام يا مشالي، يا سلام يا مشالي، روعة روعة روعة، تمريرة بينية جميلة زي اللي عملها والله حازم إمام، واللي انفرد بيها طارق أيمن مشالي. يا أخي ده هجمات المصرية واتحركوا كويس قوي، أدعي في التصاب. يا سلام يا عفة، سايكل كروجر يتوقع هذه السنبلية، ما شاء الله، تمريره جميله جدا من المايسترو ايمن مشالي، والشمال لعفة صفار، والشباك تهتز لثالث مره على شمالها من جوه يا طارق يا سلمان. كيف داوود وحمد ابراهيم وعفة صفار وزيزو وتاني جول، جول الجول عفة صفار، يا عفة صفار يتألق ويتجمل اعزائي المشاهدين. عفة صفار، شوف 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 سيف داوود عملها كويس، وماشي سيف ولقى فاضي، ما طلعش سيف داوود، يا سلام، والتاني حطها. الاكل طويله، تامر النحاس، عفة صفار، وسيف داوود، وسيف داوود يتلقى تهنئة جماهير المصري الغزيرة والمحتشدة والمتعطشة لهذا الهدف. هدف مصري أبيض في الدقيقة 16 يمضيه ويجيبه سيف داوود، 1 للمصري لا شيء للمريخ، إنما اتعملت حلوة قوي يا عفة يا نصار، وأحلى يا سيف داوود، وأحلى يا شبكة، وأحلى يا جول الأول للنادي المصري، 1 المصري لا شيء المريخ، وتنتظر الجماهير المزيد والمزيد. الأكو، وأنا يعني بقول يا عم شوطة حلوة قوي، ياخدها على طول فيرست تايم في متابعة جيدة جدا من كرة أبو الذهب اللي شاطها في منتي حارس المرمى، وترد لسيف داوود يحطها على طول في الجول. جماهير هنا يعني فرحة عارمة للهدف الأول للنادي المصري. أدي كرة محمود أبو الذهب
وادي صدت منتي اللي ردت لسيد داود اللي حطها ببطن رجله في الزاويه البعيده ليحرز الهدف الاول للنادي المصري. 1-0 للنادي المصري بعد مضي حوالي 8 دقائق تقريبا ونص. سيف داود يضع نادي شمس الشروق في المقدمه ويحقق التعادل، لان المباراه الاولى كان النتيجه لصالح نادي اشانتي 1. وادي الجماهير هنا اللي بتتابع اللقاء وفرحان دلوقتي ان ممكن الحارس ان هو يتحرك، وبالذهب يستعد واداله لاذن الحكم وداخل ابو الذهب وطلعها بره ابو الذهب. وداخل ابلودي نمره 8 ويشجع نفسه كده ويسخن نفسه. وهنشوف ابلودي وحطها على شمال حسن نصر. واقف مانتي، ده مانتي هو اللي خد الانذار، ويحطها حمد ابراهيم. حمد ابراهيم يحط الكوره على يمين مانتي حارس المرمى، تصليح الكوره اللي هيشوطها وداخل انجا وصدها حسن نصر. برافو يا حسن، برافو يا حسن يا نصر، برافو يا حسن يا نصر، صحح الاوضاع. حسن نصر بطل ضربات الجزاء، وان شاء الله حسن نصر يوفق في الضربات اللي جايه. وزي ما قلت لحضراتكم ان هو صد الضربتين الرابعه والخامسه في مباراه المريخ السوداني في الخرطوم، ربنا يوفقه ان شاء الله في الضربات اللي جايه. هو اللي داخل وحطها عاشور هارون. عاشور هارون برافو عاشور، حطها بكل عقل على شمال مانتي حارس المرمى. بولو رقم 9 وبيشدها حسن نصر. يا حسن يا نصر يا بطل، يا حسن يا نصر يا بطل، يصد الضربة الثانية حسن نصر. حسن نصر يا سلام يا حسن، يا سلام يا حسن. اثنين المصري ضربتين من 3 وكتوكو ضربة واحدة من 2. داخل حسن محمد. الحسن محمد لاعب الفريق الاولمبي يركز. داخل الحسن يحطها الحسن محمد، يحرز حسن محمد ضربة الجزاء بتاعته. فاضل ضربة هيلعبها روسي بونسو نمرة 5. روسي بونسو رقم 5 داخل يحطها روسي بونسو. لسه هنلعب الضربة الخامسة، هننفذ الضربة الخامسة. يحطها سيف داود، سيف داود، سيف داود يحرز الهدف الخامس
بضربات الترجيح لأربعة مقابل اثنين، ويحقق آمال جماهيره ويصعد المصري إلى دور الثمانية. ألف ألف مبروك للنادي المصري، وشكرا للوحدة 12 وللزميل إبراهيم مبارك، ودائما الانتصارات لمصر والأندية المصرية. من ناحية المستوى الفني، المصريون حققوا خطوة مهمة في هذا الدور بفوزهم على الشبيبة هدف لصفر في اللحظات الأخيرة، هدف وحيد لكنه صعب من مهمة ممثل الجزائر في مباراة رقم 3 على طول على القائم الأول. فرصة الخطورة وجول، جول جول جول، عملها النسر الأخضر والمدافع الألماني إلياسو بينقض ويحلق في سماء بورسعيد بهدف الخضراء اللي بتنتمي لصاحب الأرض والجمهور، وإلياسو في التوقيت قبل ثلاثي من مدافعي نادي الزمالك في المعاد والمكان المناسب وبضربة راسية. اللي بتمتلئ بيهم ملعب النادي المصري. هذه الكرة العرضية خطيرة وادي لمسة، جول 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 جول. إلياسو بيعملها، إلياسو بيعملها بنفس السيناريو، ضربة أولى وضربة تانية في كل شوط. إلياسو بيضع هدف تاني، هدف رائع. العرضية والانطلاق والاندفاع والراسية المتقنة من قلب الدفاع المالي. إلياسو بيطير ويضع هدف تاني خالي جدا جدا للنادي في سماء الكرة المصرية، ويتقدم على نادي الزمالك 2-0. لدغة أولى ولدغة تانية وألعاب نارية وفرحة وسعادة كبيرة، فرحة وسعادة كبيرة، والألعاب النارية بتملأ جنبات استاد المصري ببورسعيد. أحمد فوزي يتقدم، كرة عرضية قطرية تصل إلى لاعب عبد الله سيسي، خطير سيسي في محاولة للتحضير الهجومي والتمرير إلى عبد السلام. عبد السلام نجاح، من نجاح إلى نجاح، يتواصل المصري إلى رحلة الكفاح ويفعلها عبد السلام نجاح. هدف أول لمصلحة فريق النادي المصري البورسعيدي، البورسعيدي، الله يا سيدي، يفعلها عبد السلام نجاح. ودائما المصري على موعد مع الدقيقة العاشرة كما فعلها في وادي دجلة عبد الله سيسي، وأحرز في الدقيقة العاشرة. الآن يتألق عبد السلام نجاح ويظهر أنه على موعد غرام مع الشيبات يا سادة يا كرام في الدقيقة العاشرة بالتمام. يا للروعة، الله الله الله، يا سلام على عبد الله سيسي. شوف المهارة، شوف الخداع، شوف التمرير، والله على عبد السلام نجاح، ويخدع الجميع بما فيهم الحارس نادر سعد ليأتي بهدف يسعد الجماهير في شباك الحارس نادر سعد حارس مرمى فريق الانتاج الحربي، والتقدم لمصلحة المصري بورسعيد.
نتابع مرة ثانية. واحدة اثنين مراد يلعبها مع منصور. مراد تمشي الكرة السريعة والنقلات حلوة ويلعب عرضية ولا أحلى حلوة. جول 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 جول. طويله وخطيره واحمد عادل. يا نهار ابيض ايه، يا نهار ابيض ايه، يا نهار ابيض ايه. ادى إيه ابراهيم نور الدين، ادى ضربه جزاء. هنشوف من رقم تيشيرته داخل وداخل. اوبا يا years on from the tragic Port Said tragedy in Egypt, fans of club sides Al Masri and Al Ahly were forced to watch the latest meeting between the two sides away from the stadium and rather on television. Al Masri hosted the Red Devils on Tuesday and the tie ended in a 2-2 draw after a goal by Al Masri's Ahmed Yasser was cancelled out 15 minutes later by Mohamed Zakaria. Al Masri grabbed the lead again on the 59th minute through a penalty from Mohamed Magdi, only for Al Ahly to equalize through Malik Ebwana. Al Masri was ordered to play all their home matches outside Port Said and behind closed doors as part of the punishment for their fans' involvement in the February 2012 tragedy when their fans stormed their stadium at the end of a match against Al Ahly. The ground invasion resulted in the death of 72 fans, almost all of them were Al Ahly fans. The fans, though, believe the ban should now be lifted.